رافي رافي؟ طب بقول لكم ايه؟ يلا نلبس لبس البحر عشان لو دخلنا كده هيبقى شكلنا فلاحين. يلا يلا. البحر زحمة قوي. أنا مش خايف من الزحمة يا هشام، أنا خايف يطلع بيئة. ما قلنا بلاش شواطئ عامة يا جدعان. مش عارف يا شيكو لبسك فيه حاجة، الشراب الأسود ده مش لايق. أنا خفت الشراب الأبيض بقى يتوسخ. تعالوا نقعد ورا. نقعد ورا ليه؟ ما نقعد هنا. لا يا عم، هنا هنغطي الفيو على الناس. طب ما احنا ناس. أيوة صح، افرش يا افرش. ثبت يا فهمي. تاكلوا دلوقتي؟ مش عايز. افتحوا ايديكوا يا اولاد، شموا هوا البحر. شويه هوا بمليون جنيه. شامين ريحه اليود؟ في حد بيضرب ويد هنا؟ يود مش فيك عند البلاك ده ذوق. ايه يا معلم؟ ايه يا عم، عايز ايه في يامال؟ في ايه يا عم، احنا جينا قبليك. نفضل يا شيخ ونفضل. ليه؟ تعالوا خلاص. اقعد يا عم. عايز ايه يا عم، انت اشتريت البحر؟ انت استاذ ايمان البحر مثلا، عايز ايه؟ اقعد اقعد يا عم، من اللي على جنب اقعد في اي حته ثانيه. هات لي بوليس البحر يا سيدي. قلة الذوق دي مش ممكن. مراته حلوة قوي. مش ممكن برضه. مش بتاع فريسكا هنا؟ مش عارف يا عم. استمتع. بتاع الفريسكا. استمتع يا هشام، استمتع. مش لازم فريسكا. استمتع يا سيد. نورني كيس الشرايط اللي انا جايبه. في وائل كفوري. اسمه وائل كفوري. 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 طب ايه يا آلة؟ وفي فرقة ميامي الكويتية. في امريكانا شو؟ لا، في صيف ساخن جدا 92. مش ميلاقيش على البحر. في حنان، تسمعوا حنان؟ طبعا. بقول لك، يعرف حركة السمينار؟ البت دي بتبصني من الصبح. بص لك ايه دي، يعني مش باينة من النظارة. جامدة خطيرة. انا اروح اتكلم معاها. الحمد لله ان انا لابس كويس. هلو، فيرست تايم هير؟ يو وانت تو جو عند البراميل؟ تخش لي تعرف مين يقعد تحت المايه اكتر؟ يلا يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. بقول لك ايه؟ انا مبسوط قوي. ده فهمي بقاله ساعة تحت يا عم. طلع بعد ايه؟ انا كسبتها. تاني؟ يلا تاني. يا عبيط يا عم. انا جعان هموت. وانا مقبول. في سندوتشات مكرونه واكياس كشري بره. اي حاجه يا عم. المرحله دي فيها ايه؟ محشي. ايه؟ محشي؟ هاكل محشي. الواد فهمي دخل المايه تاني ليه؟ مش قال لك عنزه؟ قال هيخش ياخد غطس ويجي. ايه يا عم، ده الخصايه كلها بايظه. محشي فين؟ معرفش. يا عم مالك يا في ايه؟ مالك يا؟ انت عايز ايه؟ وريني. ده انت بلدوع. يا نهار اسود، قنديل قرصك؟ قنديل يا جدعان، البحر فيه قنديل. قنديل يا جدعان. تعال ابنك لدعه قنديل يا مدام. في ايه؟ الولد قاعد قنديل. قنديل؟ خلي معانا، انا خلي معانا. بول عادي. ما هو يخلي يا بول، مش هينفع غير كده. قنديل اكبر الناس يا حبيبي. بس كريمه. كريمه ايه يا عم، هتحط لنا كريمه؟ كريمه مش هتفيد. بس يا سنتين ايه ده يا عم؟ بقول لك ايه، انا كمان ملجوع هنا من الجو. انت بتعملي ايه؟ انت كمان بتتشقطي، امك بيموت. بس تصدق هديت؟ شكلك بتفهم عربي. وانا كمان هديت. تعالى كده. انا عصبي دايما، انا هروح اشرب حاجه واجي. ها؟ ان
بيسافر ياخد براد معاه. حتى البحر ده فيه اناديل. صحيح البحر ملوش امان. مش هو ده البحر اللي علمنا الهوى وفي حضنه عشنا انا وحبيبتي سنين سوا. بفتح